فراش بسيط وبضعة أكياس، إضافة لمتنزه عام وسط مدينة غزة أصبح مسكنهم الوحيد. هذا كل ما تبقى لدى التاجر أبو محمود وأولاده الستة بعد أن تراكمت عليه الديون وأصبح غير قادر حتى على استئجار بيت صغير بسبب سوء الأوضاع الإنسانية والاقتصادية في قطاع غزة. أنا ببيع فواكه وخطة فلس فواكه بسبب الوضع المأساوي اللي احنا عايشينه، ما فيش بيع وعلي ديون كثير للتجار، فتركنا البيع والمشترى وما قلت البيع وعلي ديون كثير وساكن بالأجار، لا قدرة الأجار ولا التجار، واللي خلاني أسيب البيت ما فيش معي فلوس أدفع أجار البيت، وعلي ديون 15,000 شيكل للتجار. وعلمكم أنا جيت من خان يونس لهنا، جيت مشي من خان يونس، جيت لهنا من 7 ساعات وأنا مشي أنا وأولادي، وأنا بطالب من الحكومة بس يوفروا لي بيت ومسكن، بيت وشغل. يعني الواحد انخنق. فهذا المكان أحد المتنزهات العامة المعروفة في مدينة غزة وحده الذي قبل إيواء هذه العائلة دون أجر. ارحموا عزيز قوم ذل، هذا هو لسان حال تجار قطاع غزة بعد أن تكالبت عليهم أزمات القطاع. فالتاجر أبو محمود قد وصل به المطاف إلى الميادين العامة والشوارع، بينما غيره من التجار لم يجدوا سوى السجون. فالغرفة التجارية في القطاع رصدت حالات عدة لتجار تم سجنهم لذات السبب، والذين تزداد أعدادهم يوما بعد يوم. اليوم نتحدث عن مجمل الشيكات المرجعة خلال النصف الأول من عام 2018 بلغ 47 مليون دولار، وهذا أدى إلى تعرض العديد من التجار ورجال الأعمال إلى حالات إفلاس قسرية، بالإضافة إلى ارتفاع أعداد أوامر الحبس الصادرة بحق التجار ورجال الأعمال نتيجة لعدم قدرتهم على الإيفاء بالتزاماتهم. فيما من المتوقع أن تبقى الأمور في تدهور مستمر في حال ازدادت أزمات القطاع. محمد أبو رموس، الغد، غزة، فلسطين.